الحجر الصحي زوين وخايب، زوين من واحد الجهه الحمايه، من واحد الجهه كان الله يكون في عوان الناس اللي ما عندهم شيء غيتكرفصوا. انت شخصيا انت مستعد؟ انا ما عنديش، انا خصني نخدم. النهار ديالي اللي بردت هو ديالي، الا ما خدمتش غنبقى ما كاين ما نصرف، هو عندي والو زيرو درهم. انا ضد العوده للحجر الصحي حيت غادي تسبب بزاف ديال السلبيات. اول حاجه هو ان الاكثريه الاغلبيه ديال المواطنين المغاربه كيعولوا على القوت اليومي ديالهم، يعني ما كيخدموش في ليزازونس والشركات. يعني الا رجع الحجر الصحي فالمتضرر الاول هو الطبقه الهشه وللشعب، وانا ضد الرجوع للحجر الصحي مع احترامات للدوله والمواطنين وكاع السياسيين. انا ضد الرجوع للحجر الصحي وشكرا. اش غادي نقول لك، انا ضد الحجر الصحي. بنادم يتاخذ هاد التدابير ديالو يعقم يدير كمامه ديالو تباعد ويطلقونا، فهمتي، نكملوا حياه العاديه ونتعايشوا معاه تيلقاو لقاح. ولكن الا كان هذا الشيء كيخدم البلاد ماشي مشكل، نتنازلوا على كل شيء، ونريحوا في الدار الا كان هذا الشيء في مصلحه ديال البلاد. الكونفينمون صراحه على حسب، اذا تسجلوا الحالات بزاف وزاد هذاك الشيء، انا بالنسبه لي انا الحجر الصحي نعودوه نديروه عرفت، بوغ بروتيجي لا بوبولاسيون وحبابنا وخوتنا والناس اللي كنحميهم، الناس اللي كنبغيو العزاز. ضروري، انا مستعد. نعم اختي مستعد. مستعد رجع للحجر الصحي حيت اختي باقي الامراض، وباقي بنادم شي مرض بزاف، وباقي بنادم الزحام في القهوه. دابا تمشي للبحر بحال ما كاينش الحجر، مشيتي للحمام بحال ما كاينش، دخلتي دابا للقهوه بحال ما كاينش، بحال ما كاين والو اختي. باقي خاصنا واحد 10 شهور اخرى وشي عام هذا الحجر الصحي اختي. دابا فاش كنا في الحجر الصحي في الاول، البؤر ملي كانوا كيجيو كانوا مسدودين علينا في الدار، وكانوا كيجيو من المصانع يرجعونا للحجر الصحي، يبقاو المصانع خدامين والوحدات التجاريه. والمشكل فين كاين؟ المشكل كاين في هذا الشيء. ما غاديش يعطينا نتيجه. اللي بقى رجعونا حنا للدار وجلسنا حنا في الدار، بقاو خدامين الشركات والمصانع اللي كيجيو منهم هادشي كامل. شنو الفائده؟ غيضرونا حنا.